كما يقول جماهير المفسرين، فقد تذكر لفظة الوفاة ولا يراد بها الموت، بل يراد بها الموتة الصغرى يعني النوم. خلي بالك من القرآن، قال الله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل، المراد بالوفاة في الآية هنا النوم، وهو الذي يتوفاكم بالليل، فالمراد بالوفاة هنا النوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يقول: